هذه يريد أن تثبت معك شباب. فهم الموضوع وفهم البحث يعطي يعني أثره على البحث. كلما كنت فاهم لبحثك والله يا شباب يعني ينقلب البحث 180 درجة، وكلما كنت غير فاهم لبحثك كلما كان إيش؟ كلما كان هذا الأمر غير جيد، وربما ينعكس عدم فهم للباحث. ما في معي الشباب ولا ما أدري؟ أنا أخشى من هذا. أيوة. لذلك. طيب شكرا شكرا. طيب شوفوا يا شباب، ليش المناقشة؟ مناقشة الماجستير والدكتوراه لماذا تحصل على نية؟ لماذا؟ أول شيء في اللائحة مكتوب وإيش والتأكد من موقف الطالب من بحثه. إيش معنى التأكد؟ يعني سارقه؟ لا ما هو سارقه، لكن نشوف هل هو فعلا قد المقام ولا ما هو قد المقام. هل هو فعلا يعني يستحق أن يمنح الرسالة ولا ما يستحق؟ هل كتبت له ولا يعني هو كتبها؟ هل هو فاهم ملم بالموضوع ولا ما هو فاهم؟ لذلك يعني نصيحتي كبرى لك تماما تماما، تكفى لا تدخل في موضوع إلا قد تشبعت به، تشبعت فهما وإدراكا والله يبارك فيك، و يعني تكون إيش مدافع عنه غاية المدافع. أما تكون بارك الله فيك يعني دخلت الموضوع مثلك مثل غيرك، فهذا الله يبارك فيك مشكلة فيها. لذلك أنا الحقيقة لما تناقشنا الموضوع وأعطينا البحث أو أعطينا البحث مجاله ومداخلاتكم، وإذا أنتم الله يبارك فيك ما شاء الله تبارك الله قد المسؤولية وزيادة، قدها وزيادة. طيب أقول لكم شيء يا شباب، حفظك الله، عندي في كتاب موفق صفحة 93 في المطبوع أو 94 في الفيديو، يا ليت واحد يرسلها جزاكم الله خير إلى الجروب مرة أخرى. كتاب موفق، العوامل التي تؤدي إلى نجاح البحث العلمي: القراءة الناقدة. أولا القراءة الناقدة، كما تعلم أن القراءة الناقدة مهمة، وهذا اللي سويناه لما طبقنا البحث منكر، وأيضا الإشراف على الطالب، لأنه يعني كما يقال ينبني العود مستقيمة. أنا حقيقة أشبه جزاكم الله خير الإشراف مثل الإشراف على المبنى. الآن لو أردنا نبني غرفة واحدة، غرفة لا ما أقول مبنى، غرفة، إذا ما كان في واحد صاحب خبرة يشرف على هذا البناء ستبنى الغرفة مائلة،
ستبنى الغرفة على غير أساسيات أو على غير أصولها. المال موجود والعامل موجود الذي سيبني الغرفة، لكن يحتاج إلى إشراف أو يسمى بين قوسين توجيه. إيش معنى توجيه؟ يعني كما تعلمون الذي يريد أن يبني أو البناء أو العامل الذي يبني تجده حريص كل الحرص على أن ينفذ ما تأمره، لكن صاحب المال يقول أنا والله ما عندي خبرة، أنا سأعطيك مال فقط. لذلك جاء مكتب الإشراف أو مكتب التوجيه أنه يوجه صاحب العمل فيقول له افعل كذا افعل كذا افعل كذا، وهذا هو المقصود. وأنا أشبه لك إياه بالبناء عشان يطلع مستقيم أو على أصوله، لأنه أي خلل في البناء سيترتب عليه خسائر أكبر. تخيل بنينا غرفة على استشارات خاطئة، إيش يلزمنا؟ يلزمنا الإيش؟ التكلفة الزائدة. بدل ما أبني شيء ربما مناسب، ستبنى الغرفة أو البناء بشيء مكلف جدا، وهذا لأنها بدون إيش؟ بدون تخصص. هاي إبراهيم، أنا إبراهيم. إبراهيم محمود. في مشكلة في النت فرشت. طيب أغلق الله يحفظك. فالإشراف أن يكون المشرف من ذوي التخصص اللازم، أن يقبل الأستاذ الموضوع الذي يقدمه الطالب يشرف عليه، ألا يكون المشرف مثقلا بعدد كبير من البحوث. وهذا يعني كما تعرفون أن أكثر الدكاترة، وما أخفيك أنه أكثر الدكاترة مثقلين بأربعة إلى خمسة طلاب. بالعكس يعني في يعني وفرة كبيرة من الطلاب بدون إشراف الآن ينتظرون لهم مشرف. ليش؟ لأنه مكلف على الأساتذة الإشراف والوقت. أيضا أن يحرص الطالب في الإشراف على الحضور، وأنه يختار الأوقات المناسبة. كما تعلم أنه في طلب العلم كانوا يتحينون الوقت سواء للعالم أو المتعلم، وكذلك في الإشراف يتحين الوقت المناسب للعالم والمتعلم. أيضا الله يبارك فيك ذكر الوقت، أنه اختيار الوقت واختيار يعني سواء الوقت الجزئي أو الوقت الكامل للرسالة. لأنه أحيانا إذا أخذت موضوع ربما كان الموضوع أطول من وقتك. مثلا يعني أضرب لك مثلا تخريج ودراسة مسند الإمام أحمد. طبعا هذا افترض يعني يا شيخ مسند الإمام أحمد كم حديثة يا شيخ؟ إيش بك أنت؟ تخريج ودراسة مسند الإمام أحمد كم مدتك؟ مدتي سنتين أو ثلاث، والرابعة تمديد. يا شيخ هذا ما يمكن يقوم به شخص واحد. تخريج ودراسة مسند الإمام أحمد يا شيخ والله أنك يعني أتعبت نفسك بهذا الموضوع. لكن لو يعني حددت مثلا قلت والله تخريج مسند مثلا على سبيل المثال مسند عائشة رضي الله عنها من مسند إمام أحمد، هذا أقول لك يعني كمثال يعني فقط مسند عائشة رضي الله عنها من مسند إمام أحمد مثلا أقول لك يعني، فتجد أنه هذا فيه صعوبة يعني فيه صعوبة في طول إيش؟ في طول الحديث أو في طول الموضوع. لابد أنك تختصر وتكون واضح في دلالاته ومعالمه سواء الوقت أو غيره. طبعا الله يبارك فيه كما تعلم أنه مسند إمام أحمد فيه يعني قرابة 37,000 أو أقل أو 25,000 حديث، ما يمكن يقوم فيها طالب ماجستير. أنا أفترض افتراض أن مسند إمام أحمد لم يحقق، لم يخرج، وأنت وجدت مخطوط
فيه 27,000 حديث، هل معقول أنك تأخذه كله؟ لا بد يتناسب موضوع الرسالة مع وقتك المطلوب. أيضا عامل التكلفة، يعني كم سيكلف عليك جلب المخطوط، كم سيكلف عليك كتابته، كم يكلف عليك كذا، وهذه مهمة. أسلوب الكتابة، التنظيم، اللغة، هذه ثامن الوحدة الموضوعية. لابد يكون البحث مترابط أجزاؤه. ولاحظوا يا شباب أنه سبحان الله المقدمة مثلا، المقدمة هي آخر ما يكتب في البحث مع أنها أول ما يقرأ، وهي عصارة إيش الباحث في إيش في بحثه. وأيضا الخاتمة تكون بعد المقدمة، يعني الخاتمة تكون في آخر البحث لكن كتابتها فعليا تكون بعد المقدمة. أيضا مستويات التأكيد، يعني لابد الله يبارك فيه أنه يكون بحثه الباحث يكون معلومات متناسقة، سواء من ناحية موضوعية أو ناحية تنظيمية. الأمر الذي يقتضي من الباحث مراجعة بحثه والنظر في عناصره وتوجيه نظر القارئ الأفكار الرئيسية المراد طرحها بأسلوب منتظم ومتناسق. عاشرا المقتبسات، يعني ما هي المقتبسات؟ وهذا يا شباب صفحة 100 مهمة جدا، يعني لو تنبهنا لكيفية الاقتباس لابد أن يميز عند الكتابة بين نصوص المقتبس من الأصول وبين استنتاجات وملاحظات التي تظهر شخصية الكاتب. وإن كان الاقتباس حرفين فلابد أن يحصره بعلامات الاقتباس المعروفة اللي هي ربما أرسلها لكم في الشات تقريبا. هذه علامات الاقتباس، علامات الاقتباس تكون هكذا، الاقتباس بشرطتين تقريبا، شرطتين، هذه علامات الاقتباس. وإذا كان اقتباس حرفيا يكون باقتباس، وأحيانا يكتب قوسين كما ترى القوسين، هذه إيش معناها هذه القوسين؟ ولا سيما إذا ذكرت نقول اقتباسات، وإذا حاله إلى أسلوب أشار إلى مصادر يكون علامات اقتباس، وإذا نقل الباحث بالنص الحرف يضع قوسين وهكذا. وينبه هنا أن الاقتباس له حدود مقبولة، فينبغي أن يقتبس الصفحات الطويلة من كتب أخرى، بل على الباحث أن يسعى جاهدا أن يقلل من ساحة الاقتباس في بحثه. يوجد يا شباب آلة فيها زي المكتبة الشامل، فيها جميع النصوص، فإذا أدخلت فيها بحثك قال لك هذا البحث 90% موجود في المكتبة الشامل، إذا بحثك يعني مالك شخصية إلا 10%، فهذا مشكلة. بعضكم ربما يسأل يقول إيش الفرق بين الاقتباس أبو شرطتين هذا، يعني شرطتين صغار، وبين القوسين. المهم أنك تمشي على منهج، كلاهما متقارب، المهم أنه يكون على منهج، تفتح القوس متى يوضع القوس متى ينتهي. لا إياك احذر من اختلاف الأقواس، لا يكون أول البحث شيء وآخره شيء آخر. أيضا إذا اختصرت تضع نقاط، إذا ينبه على أن الباحث يجب أن يحرص على نقل النصوص كما هي دون أن يعمد إلى تصحيح ما يراه خطأ أو غيره. وقد نبه المحدثون والأدباء وحذروا من عيب السرقات وسرقة الحديث، أن يدعي المحدث سماع ما لم يسمع أو ينتحل ما رواه أو كتبه غيره دون أن يذكر ذلك. كما تعلمون الشباب أن هناك حشو البحث بالسرقات بدون نسبتها مشكلة، هذه كبر، وهذه يعني خاصة في العلوم الشرعية ينبغي أن نكون بعيدين كل البعد عن هذا الأمر، لأنه والله أمر مؤرق يؤرق كل الباحثين على أن السرقات العلمية مشكلة. الباحث ليس مجرد جامع للملاحظات، فالبحث محاولة يعني لتبسيط المعلومات وتحليلها
ونظمها منطقيا في صورة جديدة، لا مجرد جمع لما ألفه الآخرون. يعني أنت إذا كنت تجمع كتاب أو بدأت تكتب بحث، فينبغي لك أن تألف كثير من النقول إلا بقدر الحاجة، قدر الحاجة. شخصية الباحث، وهذا الحادي عشر من مكونات أو من يعني من الأمور التي فيها جودة البحث أو تؤدي إلى نجاح البحث، اللي هي إيش؟ اللي هي شخصية الباحث. ينبغي أن يكون الباحث له إبداء الرأي، الترجيح، الاقتصار في النقل على ما يدعم فكرته، أن يكون كلامه مرابطا آخذا بعضه ببعض، ألا يسلم بالآراء التي قيلت قبله بل يتفحصها. هذا كله من شخصية الباحث. ويحذر يا شباب من كلمة قلت، قلت كل شوي يقول قلت قلت قلت. هذا يا شيخ يعني يعني ربما يعني لا تحس لا تستحب مع طلاب الماجستير والدكتوراه وغيرهم، إلا إذا كان هناك نقول كثيرة يعني يحرص على يعني البعد عن قلته قدر الإمكان. يعني يقول ولعلي ولعل كذا ولعلي أرى وربما كان كذا ولعل الأمر في كذا، بدون كلمة قلت، لأنها ربما تثير يعني أو تثير غضب القارئ أو المناقش أو غيره. الإكثار خاصة من قلت، وكأنها صورة من صور الإعجاب في البحث. لا يعني هذا أنك ما تقولها، لكن كلما قلصت منها وأبعدت عنها، كلما يعني حمدت على ذلك وشكرت. المناقشة والحوار يناقش، وقال يعني أنه ربما كانت مناقشة والحوار قبل البحث بين الطالب وغيره ومشرفه، وربما حتى يتشرب الموضوع. أيضا الحواشي أو الهوامش يشتمل بعضها على المراجع الأصلية للاقتباس مباشرة، يشتمل بعضها على إشارات المعلومات، يشير بعضها إلى مصادر تحتوي على شواهد، يوضح بعضها نقاط تناقش المتن وتساعد على تفسيره، مثل الله يبارك فيك الغريب، تفسير الغريب، شرح كلمة، تفسير علم، هذه الحواشي. أما الفهارس فكلكم يعرف الفهارس، وأنها جميلة أو تجمل البحث وتسهل الوصول إليه. والغريب يا شباب أن أكثر الطلاب ربما يتعبون في صنع الفهارس، لكن يتعبون من غير توجيه. آمل يا شباب أنه يصنع الفهارس بناء على توجيه وقواعد معينة. يبدأ بالآيات مرتبة بالسور، لا ترتب بالأحرف، ترتب على السور. بعضهم يرتبها حسب ورودها في الكتاب، وهذه منهجين كلها صحيح، لكن الأفضل حسب ورودها في المصحف. أيضا فهرس الأحاديث، وهي ترتب ألف باء، فيذكر الحديث أو الأثر ثم يذكر اسم راوي. فهرس الأشعار، وعادة ترتب حسب القوافي. وفهرس الأعلام، فهرس التقييدات والفوائد، أيضا فهرس الفوائد العلمية، فهرس البلدان والمواضع، فهرس القبائل والفرق، فهرس الكتب والأجزاء المذكورة في نص الكتاب، فهرس من ضعفه المصنف، فهرس الغريب، فهرس الوظائف والحرف، فهرس المظاهر الحضارية، فهرس المراجع والمصادر، فهرس الموضوعات. هذا تقريبا 16 يعني فهرس. تستطيع أنك تلغي بعضها وتختار بعضها، لكن لا يقل عن فهرس الآيات والأحاديث والآثار. وبعضهم يفصل الآثار عن الأحاديث إذا كانت الآثار كثيرة، وينبه على المراجع أو المراجع المصادر أنه لابد أن تكتب بكتابة مهمة، أنه هل يكتب اسم الكتاب ثم مؤلفه، أو يكتب مؤلف الكتاب ثم مؤلفه. وهذه مناهج موجودة عند يعني أكثر من منهج، لا يجب أن تختار منهج معين في كتابة بحثك أو في كتابة المراجع والمصادر. طيب اليوم يا شباب نبغى نتكلم عن الخطة
وموضوعيتها، لأننا سنكتب، كل واحد سيكتب خطة تامة، وأنا أرجو أننا كلنا سنكتب خلال الأسبوع القادم وسنناقشها بإذن الله تعالى. الخطط سنناقش الخطط الأسبوع القادم. عبارة الخطة إما عندك فكرة جديدة أو أنك تفتعل فكرة، يعني تفتعل فكرة وتضعها، بمعنى أنك لو أتيت مثلا لدراسة أحاديث مثلا النوم أو أحاديث الاستئذان أو أحاديث الطعام أو أحاديث الشراب أو أحاديث كذا، تجمعها كيف؟ كيف ترتبها بناء على المادة العلمية التي ستجدها؟ لابد يكون هناك فكرة للبحث، لابد يكون هناك كما يقال مشكلة للبحث تحل. طبعا أكثر البحوث يعتمد على فكرة، فكرة جيدة. ما هي الفكرة التي تريد أن تدخلها في بحثك الذي يبدأ من الخطة؟ ما هي أهدافك؟ أصلا ما هي المشكلة التي تريد أن تدرسها؟ مثلا الدراسات السابقة كلها تضاف، هل البحث في فئات معينة؟ هل حجم الدراسة أو حجم البحث كافي لدراسة ماجستير أو بحث مصغر؟ هل هناك صلة بين البحث والبحوث السابقة في نفس الموضوع؟ هذه كلها ستتكلم عنها الخطة، وهذا هو ميدانها. طيب، في سؤال يا شباب قبل ما نبدأ بالخطة؟ الله يحفظكم. ما أدري الشباب معنا؟ هل في سؤال عن القطة؟ مثلا الآن سأكتب لك الآن مثلا موضوع حاضر عندنا كلنا ونبغى نسوي مسودة خطة الآن عليه، مسودة خطة عليه، وموضوع ربما يعني ربما ندركه كلنا. مثلا بحث عن، إن شئت تقول، خلينا بحث عن مثلا أحاديث الوباء، الله يعافينا وإياك ونسأل الله أن يرفع عن بلادنا هذه خاصة عن سائر بلاد المسلمين الوباء، ما رأيك؟ طبعا البحث في هذا المسألة يكاد يكون مقتول بحث، وعندي عشرات العناوين في هذا البحث أو في هذا العنوان، يعني الوباء وأحاديث لا يريدن ممرض على مصح، وحديث الطاعون، وحديث فر من المجنون فرارك من الأسد. كلنا يا شباب نستحضر هذا الأمر، وما أظنه يخفى على أحد منكم هذا الأمر. خلونا فقط نفكر بس تفكير جماعي كما يقال، ولو كان للتدريب فقط، ولا يلزم أن نسجل رسالة أو أن نسوي خطة رئيسية فيه، وإن شئت أن تكون هذه خطة لك ما في إشكال، لكن دعونا نتجاذب أطراف الخطة وكم يعني إيش مراحلها. أبغى مشاركة من الجميع يا شباب، موضوع الوباء وأحاديث الوباء وأحاديث الله يبارك فيك العدوى والطيرة والجمع بينها وبين التوكل على الله عز وجل والحديث الواردة في هذا الحال، كيف سنصنع خطة، مسودة خطة؟
خلونا زي ما أقول يعني نسوي مسودة بحث الآن خلال المحاضرة الآن، وبعدين كل واحد يأخذ موضوع يرتضي، سواء بحث رسمي أو خطة رسمية كما يقال، يعني يريد أن يعدل عليها مرة ومرتين وثلاثة عشان يقدمها فعلا، أو يتعلم على أي خطة أو أي بحث أو أي موضوع أو أي فكرة يعالجها وكيف يعالجها. طيب أنا أبدأ الشباب، يعني الخطة زي المخطط، زي مخطط البناء. أنا أشبهه كثيرا جدا بمخطط البناء. مخطط البناء ما لم يكن معتمد من أناس مختصين، لأنه البناء لا بد يمر على أكثر من مرحلة، مرحلة مختصين، مختصين بناء، مختصين كذا، وكم الكميات وكم التكلفة وكم وكم، كل شيء مدون. ومن يسأل أصحاب البناء يجد عندهم يسمى رسم هندسي، مخطط هندسي. إيش معنى هندسي؟ بالملي، متى يبني الجدار ومتى لا يبني، ومتى يضع ومتى لا يضع، وأين القواعد وأين الأعمدة وأين كذا، وكمية الحديد وكمية الأسمنت وكمية البناء. ما هي شغلة هكذا كيف ما اتفق، لا، لأنه مهم جدا يبني عليها الوصول. طبعا أكثر الطلاب، يعني مع احترامي، أنه ربما ينقل بعضهم من بعض أو يجد خطة ويسمى معلبات الخطة. تسمعون بالمعلبة شباب؟ يعني خطة معلبة. إيش معنى خطة معلبة؟ يعني خطة مكتوبة لعشرات البحوث، بس يمسح اسمه يضع اسم الباحث ويضع اسمه، ويمسح العنوان ويضع عنوان بحث، ويضع يمسح الفصل الأول ويضع فصل. لا، ليست هكذا. هي تعتمد على معايير معينة، لابد أن تكون كذلك، لابد أن تكون كذلك. طبعا أول أمر يقول في صفحة 108: ورحم الله شمس الدين البالي، توفي في القرن 11 1077، القائل: لا يؤلف أو لا يؤلف أحد كتابا إلا في أحد أقسام سبعة، ولا يمكن التأليف في غيرها، وهي إما يؤلف في شيء لم يسبق إليه يخترعه، هذا واحد، أو شيء ناقص يتمم، أو شيء مستغلق يشرح، أو طويل يختصر دون أن يخل بشيء من معانيه، أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء قد أو شيء أخطأ فيه مصنف يبينه، أو شيء مفرق يجمعه. ملخصها يا شباب كلها أنها تأتي بفكرة جديدة، بفكرة جديدة وعمل جديد لا يكون مكررا لما سبق، لا يكون مكرر لما سبق. أول شيء، عناصر الخطة لابد أن تتكون من، الله يبارك فيك، من سبعة عناصر. العنصر الأول عنوان الخطة أو عنوان البحث، والعنوان كما يقولون يدل على الكتاب، والكتاب من عنوانه، والبيت من بابه. وسبحان الله، كلما كان المدخل جيدا كلما كان البيت جيدا، ولذلك الناس تهتم بالمجالس واستقبال الضيوف وغيرها، ليدل طبيعة على أن داخل البيت هو كذلك. عنوان أو الكتاب من عنوانه، والكتاب من بابه. ولا يقصد بالعنوان يكون صياغة للبحث، وهناك بعض الاعتبارات التي يجب مراعاتها من جانب الباحث في كتابة العنوان، يلخصها يقول: هل يحدد العنوان ميدان البحث؟ هل العنوان واضح؟ هل تم تجنب الكلمات التي لا لزوم لها دراسة أو تحليل لكذا؟ هل تخدم الأسماء كموجهات في العنوان؟ هل وضعت الكلمات الأساسية التي تخص البحث في عبارة العنوان؟ يعني هناك عبارات مفتاحة
أو عبارات أساسية أو كلمات مفتاحية ينبغي أن تكون في العنوان. أيضا يجتنب يا شباب كلمات فضفاضة مثل كلمة انتبه، تضع كلمة حول، حول أو تقريبا، أو مثلا كلمات فضفاضة حول أو تقريبا أو نحو، نحو يعني مثل، هذه كلها كلمات فضفاضة لا تدل على تحديد العنوان، لا بد يكون العنوان له سياج، له سياج يبدأ وينتهي ولو طويل. يقول لك العنوان بد يكون مختصر، اختصره قدر الإمكان، لكن لا بد أن يكون كالسور الذي يحدد بحثك، لا يقفز أحد على هذا السور ولا يعني أنت تأخذ شيء خارج هذا السور. محدد البداية، محدد النهاية. مثلا أحاديث الإيش، أحاديث مثلا الحديث الوباء في الصحيحين، لاحظ كيف عنوانك ما تجاوزت عن الصحيحين، إذن هذا بحث محدد. أحاديث الوباء وكذا في مسلم في 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 الكتب التسعة، الكتب التسعة مثلا، أحاديث الوباء أو الآثار الواردة عن السلف في تطبيقات الوباء، إذن هذا محدد أنك تجمع آثار ولا تجمع أحاديث نبوية، هذا صحيح جيد. شباب من يشاركني؟ عنوان محدد، عنوان محدد. أيوة تفضل يا أكرم. أيوة شيخ، أنا عنوان مثلا الأحاديث الواردة الوباء، الأحاديث الواردة الوباء مثلا جمع المدرسة. شفت هذا العنوان، هذا كبير يصلح له ربما رسائل، يعني رسالة دكتوراه، هذا ما يصلح رسالة ماجستير، لأن عدد الأحاديث ضخم. ولذلك عادة يا شباب، علشان أقول لك حاجة لك ما هي عيب، عادة في الماجستير يكون 100 أو نحوها، أقل أو أكثر، 100 حديث، أقل بكثير أو أقل بكثير، استغفر الله، أقل قليل أو أكثر بقليل، يعني لا تتجاوز 100. الدكتوراه يصل إلى 200 أو نحوها، ينقص أو يكثر. طبعا هذا التحديد ليس له ميزان. المشكلة طيب أني ما عديت، ما حصرت الأحاديث، أقول لك هذا هو الذي ينبني عليه بناء الخطة الصحيحة. تفضل يا نيسان. نيساني. نعم يا دكتور، هل ممكن أقول أحاديث أو الجمع بين الأحاديث التي تدل على الحذر من الوباء والأحاديث التي تقول عدوى ولا طيرة، يعني مناقشة أو جمعا؟ يعني كأنك تريد الجمع بين الأحاديث أو مختلف الحديث في حديث الوباء، كأنك تقول هذا. بس لاحظ أن الأحاديث المختلفة أو التي فيها ظاهر وهذا التعارض قليلة، ما هي كثيرة. لكن جمع أحاديث الوباء عموما أو أحاديث المرض عموما يحتاج فيها عمل وشغل كبير. لذلك حدد مثلا يا شيخ محمد، لو أردت أن تقول أحاديث الوباء في الكتب الستة، شوف حددت البداية وحددت العنوان، أحاديث الوباء في الكتب التسعة، قدرها احسبها عدها، هات المادة العلمية، ستجد أنها إذا اقتربت من 100 نحوها زادت أو نقصت، ما في إشكال. تفضل إبراهيم. يا شيخ بارك الله فيكم يا شيخ، ما ذكرتم الآن إذا حددت الموضوع وحصرته مثلا بالكتب الستة والتسعة،
فطلع العدد اكثر من 100، ممكن يكون يعني كتابين او ثلاثه العدد ويزيد يتفق بالعدد مختار، يكون توابع مشاهدات يعني في ال 6 الكتب هذا كان الحديث مفرد ولا يكون مصفر على عصر ال وضع الخطه يعني منهج اللي وضعه له. ايوه لذلك يا ابراهيم حديث يقول الحديث مفرد على الحال، لذلك احرص كل الحرص أن تكون دقيقا حتى ما تغرق. طلاب كثير يأتون في منتصف البحث يقولوا والله وجدنا البحث كبير جدا، وينك أيام الخطة؟ والله ما تصورت أن البحث سيخرج بهذه الكمية بهذا العدد بهذا مع المشرف كيف تحددها، كيف تحصرها، تقدم مجلس القسم، تحتاج إلى حصر، تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى كذا، تحتاج إلى تحديد، تغير في الخطة أثناء دراستك. تفضل يا سعد. سعد زيدان. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله يا شيخ. الحديث تجنب الذهاب إلى الأماكن الموبوءة مثلا دراسة يعني. أيوه بس يعني لاحظ أنك حصرت يعني حصرت زيادة. يعني مشكلة يا شباب، إحنا بين طرفين، إما واحد يوسع الموضوع وإما واحد يضيقه. ولاحظ أنه أكثر البحوث الآن لو مريت عليها ستجدها أنها حديث الوباء وغيرها ما تتجاوز ربما 50-60 في الكتب الستة، 50-60، فهي تصلح رسالة ماجستير لو ما سجلت، بس هي مسجلة ومنتهية. لكن هذا الموضوع ضيق. طيب. كيف؟ بالنسبة للموضوع هذا يعني يعتبر ضيق شيخ. لا انت شو لاحظ انك ضيقت وكتبت حديث الحذر، بس الحذر. طيب في حديث البلاء، في حديث الصبر عليه، في حديث لا يرد مصح على ممرض او ممرض على مصح، حديث منع الدخول الى بلد، حديث الله يبارك فيك الكفارة، كفارة الوباء وفضائل الوباء وفضائل الذي حبس، في أحاديث في هذا الباب كبيرة وكثيرة، فلا بد أن تصنفها وترتبها، فلا تأخذ جزئية واحدة من موضوع كبير تقول سأبحث فيه، ولاحظ أنك ستأخذ موضوع تبقي لغيرك موضوعات سواء للباحثين من زملائك أو باحثين آخرين. طيب تفضل يا شيخ، كان في واحد مشارك. نعم شيخ، بارك الله فيك. ايوه تفضل. مثل هذا الموضوع اللي طرحت لي يعني كيف تحصر الاحاديث يعني تجي الى كتب السته كلها، هم فيه طريقه يعني تصل الى عدد الاحاديث؟ طيب ممتاز، ممكن يا شباب احد يجاوب على هذا السؤال، حصر الاحاديث؟ نعم يا دكتور. نعم نعم. كيف الآن يا دكتور؟ الطريقة سهلة عن طريق المكتبة الشاملة، تستطيع أنك تجمع هذه الأحاديث. أنت تستطيع، بس علمنا كيف. يعني تكتب في المكتبة الشاملة مثلا أحاديث الوباء تكتب لو كذا في البحث، في البحث تدخل في البحث في خانة البحث تكتب أحاديث الوباء، ثم بعد ذلك تدخل في القائمة الثانية متون الأحاديث، تضغط في متون الأحاديث ثم تطلع لك كل النتائج. طيب لاحظ يا محمد. نعم. بلاكم يا محمد. لاحظوا يا شباب أنك تقول المكتبة. نعم. نعم شيخ مامون النسائي، هذه طريقة معروفة، لكن ما أظن أنك تستطيع أن تستوعب.
طيب يا شباب بارك الله فيكم، لعله انقطع الاتصال. الاخ محمد كنت مشارك قبل شوي تقول اني ادخل المكتب الشامل، ايش تكتب يا محمد؟ نعم يا دكتور، اكتب في خانه البحث احاديث، مثلا حديث الوباء، ثم انتقل الى قائمه. اعتبر المكتب على انا امامي، وجهني ايش ماذا اكتب حرفيا. اكتب محمد النساني كذا؟ ايوه في خانه البحث اكتب محمد النساني، اكتب هكذا في خانه البحث. نعم نعم، تكتب في خانة البحث التي مخصصة للألفاظ. أيوة. تكتب أحاديث الوباء مثلا. أكتب هكذا أحاديث الوباء. نعم، يعني كلمتين. أكتب كلمتين أحاديث الوباء كذا. نعم، ثم تنتقل بعدين تجيك قائمة بعناوين الكتب، مثلا كتب العقيدة، كتب التفسير، كتب متون الحديث، كتب شروح الحديث. أضغط في مثلا كتب متون الحديث، اضغط عليها تجيك قائمة. طيب انت تريد الفاظ يعني احاديث بلفظة الوباء كذا؟ يا محمد. اي نعم. انت المشكلة ان الكمبيوتر والباحث سيبحث لك عن اللفظ الذي ادخلته. الوباء لو تغير الهمزة ما جاب لك. لو يعني هو الهمزة مو دقيق، انا اسميه غبي والزملاء يقولون لا ذكي. فالمشكله البحث اذا ما كتبت باحرفه وبهمزاته كان خلل في البحث. يعني كنت ابحث عن رجل في الصحيحين قبل ايام ما وجدته، وسبحان الله لما وجدته واذا هو بالبحث بواو اسمه عمير، وجدت عمير مرة واحدة وقال مكتوب مرتين، قال حافظ بن حجر أن اسمه في صحيح البخاري متابعة مرتين، وإذا وجدته مرة واحدة ما وجدت المرة الثانية. تدري كيف وجدته؟ أضفت كلمة واو سبحان الله ثم وجدته. فالبحث لا يمكن، صلى الله ليس عمير ولكن الحارث بن عمير وجدت له موضوع واحد. ابن حجر يقول له موضوعين، له مكانين. دورتهم كل صحيح البخاري جميع الألفاظ الحارث ألف لام ما وجدته، وجدته بكلمة واو والحارث. وإذا الإمام البخاري قال والحارث، المدخل ما حط مسافة بين الواو والألف لام. معي يا شيخ محمد؟ نعم نعم يا دكتور أنا معك. نعم، إذا هذا قضية البحث، الاعتماد كامل على الفاظ هذا خطأ. من يا شباب يحل لنا هذه المشكلة أو يشاركنا بالتغلب على جمع المادة العلمية أو معرفة عدد الأحد؟ هيثم أنا تفضل. نعم شيخنا، يقول البحث شيخنا الأول بالمظن، بمظن التي يوجد في الحديث. إذن اسمع يا شيخ، أنه يبحث عن المظان. إيش المظان؟ الوباء، مظنة أيضاً الوباء، مظنة أيضاً الإيش؟ كلمة الوباء، الطاعون، المرض، ممرض، هذه كلها مظنة. في طريقة أخرى وأسهل وأحسن، ما هي يا شباب؟ ها تفضل محمد عيد. ارجع شو اسمه للطرق كتب التخريج. خريج عن طريق الموضوع. طيب عن طريق ايش؟ التخريج الموضوع، يعني تذكر الموضوع الوباء ويطلع لك الاحاديث. هذا هو الذي اريد ان اصل اليه. عن طريق، احسنت، عن طريق الموضوعات. لن يا شباب، بس أغلق يا شباب، إعلان نداء للجميع. لن يستطيع أن يخدمك الكمبيوتر والباحث بالألفاظ إلا إذا بحثت عن لفظة، أما بمرادفاتها فلن يستطيع أن يعرف المرادفات، لأنه ليس عقل بشر وإنما هو عقل إلكتروني أو طريقة إلكترونية.
طريقة إلكترونية واو باء ألف همزة هذا وباء. لو تقول له طاعون قال لك الوباء غير الطاعون، طاء غير الواو، فما يعرف هذا الباحث. البحث الإلكتروني ما يعرف. لكن نرجع إلى إيش؟ إلى الأبواب التي تطرقت إلى هذا الباب موضوعية، ولا يستطيعها أي بحث أو أي باحث إلكتروني، وإنما يستطيعها شراح الحديث، يستطيعها شراح الحديث. ولذلك يا شباب، من أراد أن يتكلم في موضوع ما فليأتي لهذا الحديث وشرحه. دائما شراح الحديث يأتون بالأحاديث المقاربة لهذا الحديث. لاحظ فتح الباري حينما يتكلم يشرح حديث واحد يأتي عشرات عشرات الأحاديث الموضوعة في هذا الحديث في هذا الباب. ولذلك تجد كم هائل من كمية هائلة من الموضوع الواحد تحت الحديث الواحد. لذلك اكتب يا شباب نداء للجميع، لا تغفل شروح الأحاديث. إذا وجدت أردت أن تبحث مسألة، أول شيء لا تبحث عن ألفاظ هذه اللفظة فقط، ابحث عن هذا الحديث وشروحه. من الذي شرحه؟ من الذي توسع فيه؟ من الذي أتى بموضوعات مقاربة لهذا الحديث؟ وهذا مهم جدا يا شباب في جمع المادة العلمية من ألفاظ متقاربة. المضان قد أنا أشعر بأنه لفظتين قريبة من بعض، مثل وباء ومثل طاعون ومثل مرض ومثل أجرب. الحديث الأجرب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هل فيها من أجرب؟ قال نعم. قال فمن أعدى الأول؟ إذن الألفاظ كثيرة ما أستطيع أن أحصرها، ولكن الذي يحصرها هو التأليف الموضوعي، التأليف الموضوعي، وليس كتب التخريج. يا محمد عيد، لا، كتب التخريج، كتب التخريج ربما تأتي لك بالشواهد، بالشواهد القريبة، لكن أكثر من يمعن ويكثر لك من ألفاظ الأحاديث في موضوع واحد وفي نسق واحد هي الشروح الحديثية. ولذلك دائما نغفل عن الشروح ونروح ننتقل إلى كتب المتون، وكتب المتون مهمة جدا، لكنها البحث فيها صعب بالنسبة للألفاظ، يعطيك لفظة بس ما يعطيك الألفاظ الأخرى. أيضا من مضان الموضوع الواحد التبويبات، تبويبات أهل العلم. يعني لاحظ كتب التغيب والترهيب إذا بدأ لك بباب جاب لك جميع الأحاديث تحت هذا الباب. كنت أبحث عن مثلا فضل الصف الأول، فضل الصف الأول، ستجد الأحاديث المتشابهة كلها في مكان واحد في الترغيب والترهيب. إذن المهمة الأولى أن تذهب إلى كتب الشروح وتجمع كل المادة العلمية في الموضوع الذي تريده. أيضا كتب الترغيب والترهيب، أيضا التبويبات، تبويبات أهل العلم في السنن وفي الجوامع وفي غيرها، تجد أنهم بوّبوا الأحاديث بعضها مع بعض، بوّبوا الأحاديث بعضها مع بعض. طيب، كان واحد منكم رفع له مشاركتنا وسؤالا، تفضلوا. دكتور، نعم، بارك الله فيك. هل مثلا لو في أحد قال أخرج أحاديث الوباء؟ طيب، لكن أنت مشكلة أنك إذا قلت تخريج لا يمكن أن تذهب إلى تخريج إلا إذا كان كتاب معين في التخريج. لا يناسب أن تخرج أحاديث الوباء بدون أن تجمع أحاديث الوباء. تخريج أحاديث الوباء كثيرة، فاحصرها بكتاب كان أولى، مثل تخريج أحاديث الوباء في الكتب الستة ماشي، لكن كذا عموم ما يصح، ليس له بداية وليس له نهاية. واضح يا شيخ؟ نعم نعم يا دكتور، بارك الله فيك. نعم، طيب، تفضل. إبراهيم خليفة، كان عمار سعاتي كان عنده مداخلة. أي يا شيخ، بارك الله فيك.
أقول شيخ يعني المكتبة الشاملة وعموم يعني البحث الإلكتروني يعني أول شيء يعني قبل العروج في البحث الإلكتروني يعني أرى إنه يعني يكون في تصورات عند اللي بده يسوي مثلاً بحث في الإنترنت مثلاً في المكتبة الشاملة مثلاً توجد مثلاً في واحدة شاملة اللي هو التنصيب التحميل ومعروف يعني واللي على الإنترنت. الفرق إنه شريط البحث في الشاملة في الإنترنت يعني يعطيك نتائج لا حصر لها. أما المنصبة ما يعطي إلا فقط يعني بالنص 100% لازم ما يعطيك احتمالات. فلا بد يعني قبل البحث مثلا كما ذكرت يعني أنت ذكرت الفاظ الوباء يعني يدخل الواحد يكون عنده تصورات لأنه كما ذكرت الشيخ بارك الله فيك إنه هذا يعني عقل آلي إلكتروني ما هو عقل بشري. يعني بنقاط الله يحفظك عمار. نعم شيخ بارك الله فيك. عمار نعم شيخ اقول لخص لي بنقاط الله يحفظك. يعني في البحث على الانترنت شيخ بارك الله فيك والتطبيقات والبرامج عموما يعني يكون في مثلا يعني تصور مسبق بحيث انه لو اشتغل يعني الواحد يعني على هذه التطبيقات والمواقع الالكترونيه يعني حتى لا تذهب به يمينا وشمالا لانها تضيع الواحد اوقات شيخ اوقات كثيره حتى. قصدك تضيع الواحد بايش يا عمار؟ يعني هو كان يبحث عن موضوع معين فتاتي استطرادات كثيره يا شيخ بارك الله فيك. هذا قصدك في النت يعني؟ نعم. أحسنت. طيب يعني أنت عليك تشير يا عمار إلى كلمة مهمة إنه الاستفادة من الإنترنت في الموضوع. فمثلا تكتب أحاديث الوباء ربما تجد في النت من سبقك إليها فتصرف نظر عن هذا الموضوع كله خدم هذا أو خدمها خدمة جيدة فما يحتاج إنك تتكرر نفس الجهد. ما يحتاج تكرر نفس العمل. هذا ميزة. أيضا الله يبارك فيك محركات البحث المكتبات الجامعية ستجد فيها عشرات الكتب في هذا الباب. وأيضا ستجد بعض المقالات. أحد الزملاء يا شباب وهذا فكرة لك يعني الآن أعطيك يا فائدة قال كنت إذا أردت أن أبحث عن أمر عن أحاديث متقاربة ربما أجد بعض خطباء الجمعة قد أوعى وجمع في موضوع ما أحاديث معينة. وهذا شباب يعني ما نغفله عن أنفسنا أن خطباء الجمعة خاصة من كان طالب علم أو شيخ أو إمام مثل الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه أو كبار أهل العلم في ذلك إذا كتبوا خطبة جمعة ستجد أنها وافية شافية كافية. لا أقول لك استوعب جميع الأبواب الحديث لكن أعطاك محكات أعطاك شيء مقارب لبعض أو فيها تقارب. هذا الذي أقصد قولي أنه تكون كذلك. طيب كان إذن يا شباب أعيد شروح الأحاديث مهمة، أبواب تبويبات أهل العلم مهمة، أيضاً الله يبارك فيك تبويبات أهل العلم مهمة، أيضاً الله يبارك فيك محركات البحث مهمة،
الألفاظ المقاربة مشكلة. يعني أنا عندي لفظتين، أنت عندك 10 ألفاظ، فليست كل الألفاظ متقاربة. لذلك يا شباب أنا أعيد وأقول البحث باللفظ متعب جدا جدا، لأنه سيختزل المسألة وستكون صغيرة وستكون إيش قليلة، ستكون قصيرة، تكون قصيرة. لكن البحث بالشمول بالموضوعية فإنها تكون أوسع وأعلى. طيب في مداخلة، فاكر أحد الله إبراهيم، كان إبراهيم رافع يده. أيوة سلام. أيوة شوف، بالنسبة لل ذكرت أنت الكتب الحديثية ذات الموضوع واحد، أنت ليش يعني مثل إيش؟ كتب الموضوعية ذات الحديثية ذات الموضوع الواحد. أيوة هذه تكون جزء حديثي، جزء حديثي في باب معين، مثل جزء رفع اليدين في الصلاة، جزء رفع إيش الإمام البخاري الدعاء، رفع اليدين في الدعاء. أيوة تجد جزء حديثية في باب معين. كذلك أنت ستمشي، كذلك أنت ستمشي مثل ما مشى السابقين، ستمشي مثل ما مشيهم في أنك تجمع أحاديث في جزء معين، جزء أحاديث الصلاة، جزء أحاديث الجمعة، جزء أحاديث كذا، بس على شرط أن تكون متقاربة ومتوازية. أيوة تكتب الأجزاء يمكن الاستفادة منها تصنيف، تكون كتب الأجزاء مبرمجة من غير الكتب الأخرى. جيد مهم. طيب ايضا يا شيخ كنت انا سمعت هل تكون مناسبه او لا؟ ممكن مثلا احاديث الصلاه في الفلات. يا شيخ يا شباب سؤال، احاديث الصلاه في الفلات، فضل الصلاه في الفلات يعني في الصحراء، ورد فيها فضل طبعا الحديث ان كان ان صح فيه، هل الصلاه في الفلات كله بالفاظ واحده كله بالفاظ؟ تجدها بعده الفاظ، من صلى أو من صلى في مكان لا يراه أحد مثلا جاء بهذا الباب. واضح يا شباب؟ يعني أنك تأتي لكتب الشروح لكتب الأحاديث وتجدها في هذا الباب بهذه الطريقة. واضح يا شيخ؟ واضح. طيب كان إبراهيم رافع يدك. لا بغلط، كنت مفتح المايك وضغط. طيب يا شباب إذا الله يبارك فيك، هذه مسألة الخطة. طيب من يشاركنا أيضا في محركات البحث أيضا؟ مثل يا شيخ البرنامج تكون محركات بحثية عن الحديثة وربما تفهم. شوف في محرك اسمه أحسنت جامع خادم الحرمين، هذا جامع خادم الحرمين رحمة الله على الملك عبد الله رحمة الله رحمة واسعة، اشتغلوا في مجمع الملك فهد على جمعه وترتيبه. فاجتمعوا جمعوا الله يبارك فيك أشياء كثيرة فيه. فميزة جامع خادم الحرمين أنه يجمع لك بالشجر حتى التخريج، يجيب لك شجرة فيه، وأظنه يباع يعني بثمن ليس بالغالي، لا يساوي الحقيقة ثمنه. فلذلك كان مهم حقيقة اقتناء لكم يا شباب، أظنه مجمع البحوث يأتي لك به أو صوت
أقول الله يبارك فيك مجمع أو مجمع الملك فهد بطبيعة المصحف كان ساهم في إخراج جامع خادم الحرمين، أنصحكم باقتنائه وفيه فلاش. أنصحكم باقتناء أو الاستفادة منه يا شباب، مهم جدا الاستفادة منه. طيب من يعرف محركات البحث غير المكتبة الشاملة وجامع خادم الحرمين؟ نعم يا دكتور، في الكتب التسعة. ايش اسمه المحرك هو ولا ايش؟ اسمه جامع الكتب التسعة. هو جيد يعني؟ يعني في فوائد يعني اشتغلت عليه يعني؟ لا وإنما اطلعت عليه. يقول لك حديث الكتب التسعة، وأيضا يترجم لبعض الرواة ويكتب للراوي الذي سيترجم له في السند الخط اللون الأحمر أو اللون الأزرق، هذا تعرف أنه مترجم له في هذا المكان. جميل. بس هل جربت جامع خادم الحرمين؟ نعم، كان عندي نسخة له لكنها للأسف كانت مضروبة فما استطعت أن أدخل فيها. المهم أنا أريد يعني أريد الجميع الحقيقة يجرب جامع خادم الحرمين وكيفية البحث فيه والاستفادة منه، الحقيقة يعني رائع جدا جدا في الاستفادة منه. تفضل يا عدنان. يا عمار. ايوه شيخ بارك الله فيك، انا جربت البرنامج، لهم تطبيق، لهم يعني موقع الشبكه العنكبوتيه، لكن يا شيخ يعني اجد يعني اشتريت شيء من الدقه في البحث يا شيخ، في شريط في محرك البحث. تجد ايش يا شيخ؟ ما سمعتك. اجد انه يعني يشتريت الدقه في محرك البحث. المفتاح. أيوة يعني بالعكس دقة، أنا أشوفه يربط الأحاديث بعضها ببعض، يربط الموضوعات، يربط التخاريج بعضها ببعض. أقول جامع خادم الحرمين، أنا أقول يعني بالله جربه، إذا ما جربته ستجد فيه ربما بغيتك. أما الاقتصار على كتب معينة أو موسوعة معينة خاصة في مرحلة البحث يا شباب يعني لا يحدك حد، يعني الآن الحمد لله كل شيء متاح أمامنا. في ليت يا شباب أننا أكبر قدر ممكن من محركات البحث نشتغل عليها، ليس في مادتي هنا فقط، لا، بل في الله يبارك فيك في بحوث كثيرة. واضح يا شباب؟ في نهاية اللقاء يا شباب الآن يعني مطلوب منكم كتابة خطة بناء على ضوابط الخطط، كتابة خطة بناء على ضوابط الخطط، كتابة خطة على ضوابط الخطط، فيها مقدمة، فيها
تمهيد فيها كذا، ولو كانت مسودة ما في مشكلة. خلونا نتناقش في أصل الفكرة، فكرة البحث ممكن تطورها إلى أن تكون خطة حقيقية نقدمها على القسم. واضح يا شباب؟ واضح. يعني إن شاء الله هذا يعني الخطة تناقش فكرة معينة بحيثياتها، لا بد أن تكون العنوان محدد يصلح للماجستير. يعني أنت مرحلتك مرحلة ماجستير، قدم لي أي بحث ولو كان مبحوث فيه ولو كتب فيه، لكنه يعني تناقش أنا وياك بالفصول بالأبواب، قسمت الفصول فصلين ثلاثة، حطيت أبواب أكبر منها، فهذا الذي تقسمها. أنتظركم إن شاء الله الأسبوع القادم، ستناقش نناقش الخطط سريعا سريعا ونرتبها. ارجع الكتاب موفق، فيه بعض المعالم الرئيسية للخطة الجيدة. في سؤال يا شباب؟ في سؤال قبل أن نختم؟ يا شيخ بالنسبة لطبع الخطة، يعني هل في طريقة يعني المتبع في الكتاب طبق ولا بس كجانب نظري ثم اختبس من عملي؟ يعني أول وهلة الآن خلوها نظرية، خلوها نظرية. أنا أريدك يا حبيبنا الشيخ إبراهيم، يعني يا ليت نجيب فكرة جديدة، خلونا فكرة جديدة، يعني اتركونا معليش من الموجود، خلونا نتعلم، خلونا نتعلم القراءة والكتابة هنا قبل أن أحد يعدل علينا، خلنا نتعلم على القراءة والكتابة كما يقال في هذه المرحلة في هذا الميدان. خلونا يعني زي ما نخطئ في كتابة الخطة، إيش المشكلة؟ إحنا ما زلنا نتعلم. هات لي فكرة، ربما أنا متأكد أن أكثركم عنده أفكار بحثية جميلة، هل تريد الآن تطرقها الآن أو تخليها فيما بعد؟ خليها فيما بعد، لكن هات لي فكرة مشابهة تعلم عليها، هات لي فكرة من أفكار الله يبارك فيك الـ إيش الاحتياجات، احتياجات الناس له. مثلا آداب النوم، آداب الاستيقاظ، أحاديث مثلا المعاملة، أحاديث معاملة البنات، معاملة الأولاد، أحاديث مثلا معاملة ذوي صلة الأرحام، أحاديث الاستئذان، أحاديث مثلا التعامل مع غير المسلمين، أحاديث. أنا متأكد أنك ستجد دراسات سابقة، لكن لو وضعتها في معيار دراستك فيها. في شيء يا شباب قبل أن نختم؟ يا زملائنا يا حبايبنا يا شباب، بارك الله فيك يا دكتور، نحن سنجتهد في المسألة وأنت تصحح وتعدل إن شاء الله. طيب، أنا أريد الله يبارك فيك أنك تحرص كل الحرص على أنك توفي شروط الخطة، شروط إن شاء الله الخطة ثابت الروح الخطة، ونتعاون عليه وتقويمه، حتى ربما نجتهد في تقويم بعضنا بعض. يعني نحرص يا دكتور على السبع العناصر أم نضيف فيها أشياء؟ والله على حسب خطتك، حسب الموجود فيها.
المقدمة والتمهيد والأبواب والخاتمة والفهارس المحتويات. أحسن جيد إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. بس ما عندي استفسار بالنسبة لما ذكرت عن الحاجة. أعد يا إبراهيم. عندي استفسار لما ذكرت عن الحاجة يعني في البحث، الحاجة البحثية للموضوع يعني. ما ذكرت إنه الحاجة العامة مثل الآداء والتعامل مع الأبناء والزوجة كما ذكرت. أيوة. هل في هذه قد سبق أو حتى ضرب المثال فيها يعني؟ أنا ما أستطيع أقول لك كله، لكن أقول نحاول نجيب يعني قدر الإمكان إنه هذه الأحاديث حولها نكتب. ولاحظ إنك حاجة العامة. أيوه. حاجة العلم، خدمة العلم والعلماء. نحن نعرف حاجة علمية. يعني غالبا الحاجه العلميه خلال الرسائل المكتبه الدكتوراه رساله اكاديميه غالبا تكون فائدتها والحاجه العلم نفسه غالبا ما تخدم العام يعني هذا هو المقصد يعني. هو كلامك صحيح لكن يبقى انه احاديث تصحيحها او تضعيفها هذه مهمتنا قبولها والعمل بها. خذ مثلا الصيغ الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل الصيغ الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة، منها الصلاة على النبي بصيغة وصيغة أخرى وصيغة ثالثة وصيغة رابعة. ما هي الصيغ الواردة الصحيحة؟ ما هي الصيغ التي فيها كان بعض أو يعني جاءت بها الروايات أقل من الثانية؟ يعني تستطيع بهذا الباب أن تصنع شيئا كثيرا. طيب نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم، نلتقي الأسبوع القادم وبخطة جديدة سأكتب لك مكانها في البلاك بورد، ترسلها لي في البلاك بورد. أشكركم كثيرا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير شيخ.